مدينة المدائن أو سلمان باك كما يعرفها العراقيون، كانت شاهدة على سقوط إمبراطورية الفرس في العراق وبداية تاريخ وعهد جديد للعرب والمسلمين في العالم. تقع المدينة على مسافة 40 كيلومتراً جنوب العاصمة بغداد، على الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يفصلها عن قضاء المحمودية، وتحدها من الشمال الشرقي محافظة ديالة، ومن الجنوب الشرقي محافظة واسط. تحمل المدينة أسماء عديدة، فهي المدائن لاحتوائها سابقاً على 7 مدن، وطيسفون بالفارسية، وقد بناها الفرثيون وهم أقوام جاءوا من جنوب إيران واستولوا على العراق عام 141 قبل الميلاد، وبنوا مدينة طيسفون لتكون عاصمة لهم. كذلك اختارها الساسانيون الفرس لتكون عاصمتهم بعد القضاء على الدولة الفارسية. ومنذ ذلك الوقت حكمت الدولة الساسانية العراق حتى الفتح الإسلامي في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام 16 للهجرة النبوية، كما يسميها أهل العراق سلمان باك نسبة للصحابي سلمان الفارسي، وهو لفظ أعجمي معناه سلمان الطاهر. وكانت معركة فتح المدائن بقيادة الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وتعد أهم المعارك بعد معركة القادسية. وهكذا سقطت عاصمة الفرس، فكان سقوطها إيذاناً بانهيار إمبراطورية الفرس كلها ودخول سكان العراق في الإسلام، بعدما عانوا طويلاً من ظلم دهاقين الفرس وجور حكامهم. ومما كان لافتاً في فتح المدائن عبور جيش المسلمين نهر دجلة بخيولهم بدون قوارب، بعد أن فر كسرى مع ما تبقى من جيشه تاركاً وراءه كنوزه، ومنها سيف كسرى وأساوره، فأرسلوها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان في القوم الصحابي سراقة بن مالك الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة من مكة أنه سيلبس سواري كسرى، فتناول عمر السوارين وألقاهما إليه، فوضعهما سراقة في يديه لتتحقق بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعده لسراقة. فلما رآهما عمر بن الخطاب في يدي سراقة قال: الحمد لله، سوارا كسرى بن هرمز في يدي سراقة بن مالك. موقع المدائن الاستراتيجي في العصور القديمة شجع على اختيارها لتكون عاصمة لأعظم الإمبراطوريات في العالم، فقد كان ذلك لاعتبارات عسكرية واقتصادية وجمالية، إذ إنها محمية بمانع طبيعي هو نهر دجلة من جهة الشرق، كما أن توفر المياه ساعد على بناء تجمعات سكانية مستقرة. وأبرز آثار تلك الإمبراطوريات هو القصر الذي بناه شابور الأول أحد ملوك الفرس، والذي يعرف بالقصر الأبيض أو قصر كسرى، إذ يحتوي على أشهر طاق في التاريخ، وهو ما يعرف بطاق كسرى أو كما يسميه البغداديون طاق كسرى أو إيوان كسرى. الدول الكبرى في تلك الفترة كانت تتخذ عدة عواصم، عواصم اقتصادية وعواصم إدارية،
ووفق التحقيقات كانت المدائن تعتبر واحدة من العواصم الإدارية التي اتخذتها الإمبراطورية الفارسية. طبعا يثبت هذا الشيء الحجم الكبير للبنايات اللي موجودة اللي كانت مهيئة لاستقبال الوفود ولعقد الاتفاقيات. وأنا أتصور أنه الموقع الجغرافي لها كان له ميزة استثنائية عند الإمبراطورية، كانت هي تحاول بطريقة أو بأخرى أن تكون قريبة من الإمبراطورية الرومانية، تحاول بطريقة أو بأخرى أن تستوعب أكبر عدد من القبائل أو التي تتخذ من هذه الأماكن القريبة من الإمبراطورية الرومانية، ولذلك هي حاولت بطريقة أو بأخرى أن تكون قريبة في وسط المجتمع العربي، تستقطب القبائل العربية وتخلق جبهة من القبائل العربية عن طريق عقد اتفاقيات ثقافية، جبهة موحدة ضد الدولة الرومانية. ويعد طاق كسرى من أعظم الأطواق في العالم القديم وأعلاها، وهو جزء من القصر الأبيض الذي كان مقر الحكم لكسرى الفرس، وقد تهدمت جدرانه ولم يبق من معالمه إلا الطاق وبعض الأسس، وهناك أكوام من الردم والأنقاض منتشرة على مسافة مئات الأمتار حول الطاقة، وما تبقى من البناء تدل على عظمة القصر عندما كان شاخصاً في عهده الغابر. يبلغ ارتفاع الطاق عن سطح الأرض نحو 30 متراً، وعرضه يبلغ أكثر من 25 متراً، في حين يبلغ سمك جداره من الأسفل 7 أمتار. هذه المدينة لها خصوصية أولاً من الجانب السياحة الأثرية بوجود إيوان كسرى، وهو أعلى قوس أثري في العالم، وقد بني قبل أكثر من 2800 عام. طبعا هو لعظمة تصميمه واهتمام المهندسين آنذاك بإنشاء هذا القصر الكبير، وهو المعروف القصر الأبيض في المدائن، واليوم معروف بإيوان كسرى، لم يبقى منه إلا الإيوان. ويطل الإيوان على الشرق، وله 3 أبواب، واحد من اليمين وآخر من الشمال، وكلاهما قرب فتحة الإيوان، أما الثالث فقرب الجدار الغربي. وإلى شمال الإيوان هناك حائط شاهق يعلو حتى قمة الطاق، يبلغ سمكه من الأسفل 6 أمتار، وقد أسند هذا الحائط بمسند من الآجر والأسمنت مؤخراً لحمايته من الانهيار. أما الحائط الذي كان قائماً إلى الجانب الأيمن من الإيوان فقد تهدم عام 1887 بفعل فيضان دجلة. أنا أتصور أنه الموقع الجغرافي لهذا المكان أعطاه ميزة استثنائية سابقاً لأن يكون يعني محط اهتمام القبائل العربية التي تحاول بطريقة أو بأخرى أن تجد حماية من الإمبراطورية الفارسية وتعقد اتفاقيات اقتصادية مع الإمبراطورية الفارسية، كحاول أن يعني تمسك الأصابع الوسط ما بين طموحات الدولة الإمبراطورية الفارسية وما بين طموحات الإمبراطورية الرومانية. هذا جانب. الجانب الآخر، هذا الموقع أعطى فرصة للقبائل العربية لكي تتحرك بحرية أكثر، وأن تكون هذه الحركة يعني تحت أنظار الإمبراطورية الفارسية. سابقا يمثل هذا يعني موقع استراتيجي إداري واقتصادي مهم، ولذلك هذا البعدين الإداري والاقتصادي أعطاه بعد سياسي ممكن أن تكون استثمرته الدولة الفارسية الإمبراطورية الفارسية آنذاك. حاليا يعتبر هذا الموقع يعني جزء من الآثار المهمة في العراق، سواء للباحثين الذين يحاولون بطريقة أو بأخرى أن يستكشفوا حقائق جديدة على الإمبراطورية الفارسية ووجودها وتأثيرها، أو يعتبر موقع سياحي مهم ممكن أن يستثمر كما هو الحال، يستثمر سياحي الآن. ولكن مع الأسف هنالك يعني عدم وضوح رؤية وفي الكيفية التي يتحول بها هذا الموقع من موقع أثري إلى موقع سياحي ممكن أن يستثمر اقتصاديا. البعثات التنقيبية الأجنبية كشفت في عام 1931 عن الكثير من أسرار هذا القصر، فقد ظهر أن مساحة المدينة نحو 3 كيلومترات مربعة،
واستطاعت هذه البعثة الكشف عن أبنية مختلفة وسور المدينة، وحددت معالم القصر. وقد ظهر أن القصر يتكون من الإيوان الكبير في الوسط، وهو قاعة العرش، وهو محاط بحجرات صغيرة من الشمال والجنوب، والبناية كلها معقودة بالآجر والجص، ومطلية من الداخل بالجص والألوان الزاهية. أما واجهة البناء التي كانت نحو الشرق، فكانت مزينة بنقوش جصية وتماثيل رخامية كبيرة. بعد ضم سواد العراق إلى الدولة الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اتخذ جمع من الصحابة المدن العراقية محلاً سكنياً لهم، ومنهم الصحابي الجليل سلمان الفارسي الذي ولي على مدينة المدائن. ومما اشتهر في التاريخ قصة عن اعتناق سلمان للإسلام، كذلك له مواقف مشهودة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا في معركة الخندق، إذ كان صاحب مشورة حفر الخندق حول المدينة المنورة. وكان سلمان الفارسي من المعمرين، إذ توفي في المدائن في أثناء خلافة عثمان بن عفان سنة 32 هجرية بحسب كتب التاريخ. وهناك جامع كبير ملاصق لمبنى ضريح سلمان الفارسي، تعلو هذه المباني قباب أربع هي على التوالي: قبة فوق الجامع، وقبة فوق قبر سلمان الفارسي، وقبة فوق قبر حذيفة بن اليمان، وقبة فوق قبري جابر بن عبد الله الأنصاري وطاهر بن الإمام محمد الباقر رضي الله عنهم أجمعين. وكسيت القباب من الخارج بزخارف هندسية بسيطة، وعلى جوانبها ترتفع مئذنتان اسطوانيتان تجلسان على قاعدتين مربعتين. ويحيط بالمبنى من جميع جهاته صحن واسعة، ويحيط بالصحن من جهاته الثلاث غرف تتصدرها مجازات تعلوها أقواس ذات رؤوس مدببة، وفي الصحن مصلى صيفي كبير ومكان للوضوء. وعن حكاية نقل قبري الصحابيين الجليلين حذيفة بن اليمان وجابر بن عبد الله الأنصاري، فيروى أن سادن القبر قد رأى في منامه في عام 1932 رؤيا أن حذيفة بن اليمان أتاه في المنام يشكو الغرق، وكان قبر الصحابيين على ضفة نهر دجلة، وحين زار قبرهما وجد أن مياه النهر باتت تأكل من جرف القبرين، وأنهما مهددان بالانجراف مع النهر، فقام بإبلاغ مفتي الديار العراقية في ذلك الوقت نجم الدين الواعظ، الذي قام بإبلاغ الملك غازي بالأمر. وبعد قيام مهندس الأوقاف بالكشف عن القبر، أكد في تقريره أنه معرض لخطر التجريف، ونصح بضرورة نقلهما، فنقل الجثمانان من مكانهما إلى جوار قبر سلمان الفارسي رضي الله عنه. وقد حضر الملك مراسم فتح القبر والتشييع والدفن بنفسه، وأجري تشييع عسكري مهيب لنقل الجثمانين الطاهرين بحضور حشد كبير من المواطنين. لمدينة سلمان باك أهمية استراتيجية،
فموقعها في الجانب الشرقي لنهر دجلة الذي يفصل بينها وبين قضاء المحمودية، تمثل إحدى بوابات الجنوب باتجاه بغداد، وهو معبر المناطق الجنوبية إلى العاصمة بغداد. لذلك تحملت المدينة بعد عام 2003 وفي أثناء الاحتلال الأمريكي الثقل الأكبر في برنامج تغيير التركيبة السكانية والتطهير الطائفي الممنهج، فهجر قسم من العشائر والعائلات العربية. المدائن أزيتها هنا كانت هسه تحكم بها الناس، جبور دليم عيني، وبعدين من صار راح النظام أزيتها اجت الناس اللي غير الشرجية اجت هنا وسكنوا هنا، وظهرت العادات، كل من عاداته مع العشائري، يعني الفصول شو اسمه كلها على قعداتها ما العشائر، فكل واحد بعادته. كذلك جرفت الكثير من بساتينها على ضفاف نهر دجلة، إذ تشتهر ببساتين من أشجار الحمضيات وأنواع مختلفة من غابات النخيل وأراض زراعية تطل على النهر. كانت المدينة محطة مهمة للعائلات العراقية والبغدادية منها خاصة، فإن الكثير من العائلات كانت تأتي إلى هذا المجمع، ولا سيما أيام الجمعة والعطل الرسمية والدينية، إذ اعتاد البغداديون قضاء اليوم الذي يلي عيدي الفطر والأضحى المباركين والذي يسمى بالكسلة في هذا المكان، والكل يردد الأهزوجة الشعبية الما يزور السلمان عمر خسارة. ولكن بعد الاحتلال الأمريكي خسرت المنطقة الكثير من بنيتها التحتية وانحسرت الحركة كثيرة. والله ذكرياتنا جميلة بالمدائن، يعني بيها مجمع المدائن السياحي كان، مدينة العراس، إيوان كسرى، الباني روما، زين يعني ذني معالم حضارية، ويعني شبه تدمرت زين. فإن شاء الله هسه بالجديد أكو خطة لإعمارهن واستثمار المنطقة، وبدل الاستثمار بالمدائن على مود يرجعون المنتزهات والملاعب وتبليط الشوارع، يعني بدأ نهضة الأعمار تتقدم شوي شوي بالمدائن. والله نسأل الحكومة أن شوي تلتفت على المدائن بالأعمار، لأن تعتبر منطقة سياحية، وهذا هم إيراداته ترجع للبلد وللمنطقة زين. ويقول خبراء في السياحة والآثار، لو أن دولة ما لديها مثل قضاء المدائن من آثار ومكانة تاريخية تعود إلى أكثر من 2500 سنة لحرصت وبذلت الجهود الكبيرة من أجل أن تنتزع اعترافا دوليا من لجنة التراث العالمي المنبثقة من اليونسكو لضم مدينة المدائن إلى قائمة التراث العالمي لما تمتلكه من المواقع الأثرية الإسلامية والحضارية التي تعد مرجعاً تاريخياً مهماً.